في إطار البرنامج التكميلي للتنمية والذي أقره السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة ولاية خنجلة، قامت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز توزيع خنجلة بربط أكثر من 156 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، هذا خلال سنة 2022 في الوقت الذي لا تزال فيه الأشغال جارية لربط 968 بئر ارتوازي بالكهرباء الفلاحية ضمن برنامج إجمالي خصص لتجسيد غلاف مالي يقدر ب 252 مليار سنتيم. وحنا اليوم رانا نسقيو في رحمة ربي وتنينا من المازوت. المازوت هذا عانينا منه ياسر 12 سنة وحنا في المازوت. الليلة ونهار تقيملنا ب 460. درك رانا زارعين خير ربي 43 50 قنطار. رانا نسقيو في رحمة ربي. نشكر أول حاجة الدولة على المجهود على التدعيم اللي راهي دعمتنا في الخدمة، خاصة في البيبو كما هكا دعمونا بالتريسيتي، يعني ما شاء الله كنا بكري نخدموا بالجروب ودرك الحمد لله هاو عندنا تريسيتي لاخر البيبو هاو يمشي لهنا، يعني رحمة ربي. نقص علينا بزاف يعني خاصة في المصاريف نتاع الخدمة واليد العاملة ثاني كيف